عندي هنا دلوقتي هنعمل قرع، ناس كتير قوي عايزين نعمل قرع. القرع ده انا هعمل بيه صينيه القرع اللي بالبشاميل والكاستر، هزود لها كاستر واخلي طعمها احلى. ازاي؟ انا عندي قرع حوالي نص كيلو مسلوق كده ومهروس، ماشي. عندي هنا هناخد مثلا معلقتين كبار من السمنه، اتنين بيضه، معلقتين دقيق، نص كوبايه سكر، حوالي قولي كده 3 معالق كبار من الكاستر، جوز هند، زبيب، فانيليا، وجايبه كمان معاهم ميه القرع اللي انا سلقت فيها خدت منهم شويه. يعني انا مش لازم ان انا هعمل بشاميل. البشاميل ده ممكن يكون كله لبن، ولو عايزه اوفر ممكن احط نص لبن والنص ميه القرع نفسها، او مثلا كوبايتين لبن وكوبايه من ميه القرع زي اللي انت عايزه. طبعا دي حاجه مفيده، ميه القرع اللي انا سالقه فيها دي مفيده، تمام. اجيب بقى نعمل زي ما اتفقنا، زي ما بقول لكم بشاميل عادي خالص. طيب ماشي، هجيب معلقتين سمن كبار، واجيب معلقتين الدقيق. رايحه فين؟ تعالي. معلقتين سمن كبار، عشان دول هم دول كلهم بتوع الصينيه. هشيل بس كل المهرجانات دي من هنا. عندي هنا هحط على البشاميل ايه؟ اللبن وميه الايه؟ وميه ال، انا جايبه كوبايتين لبن وجايبه كوبايه ميه القرع. ميه القرع دي هحط فيها 3 معالق كبار من الكاستر، ادوبه كاني بدوب النشا كده، تمام كده. معلقتين كبار تسخن بس كويس، عشان لما تسخن حلو على طول بتروح نازله ايه؟ على طول بتروح نازله محمره الدقيق بسرعه، ماشي. طب بص انا هحط هحط اللبن والله هقولها، حاضر حاضر. هحط كوبايتين لبن باردين كده، ماشي. بصوا كده البشاميل غلي والكاستر، راجع بس تقليبه تاني كده. بصوا ايه هيديكي لونه الحلو كمان للبشاميل ده، انزله مره واحده كده، تمام، واقلب واخليه برده يغلي عشان ده زي النشا ولازم اخليه يغلي. بص طب انا هحط الحاجات دي وربنا سوا، انا قاعده افتكر كده. حطيت البشاميل اللي عليه الكاستر، وحطيت السكر، وحطيت البشاميل، الفانيليا، جوز الهند، الزبيب، كله على بعضه كده. نعمل صينيه محترمه دلوقتي ونقلب ده كله مع البشاميل اللي حاطه له كاستر، ماشي. وهنزل بالقرع، انا طبعا مش هحط البيض دلوقتي غير لما يبرد. القرع المسلوق والمهروس، واقلب ده كله كده، وهديها بيضتين بقى، اديها 2 بيضه علشان ايه؟ يخلي القوام هاشش شويه، ميبقاش مدكوك. دي لا دي عشان كله ايه؟ طب ايه لازمته البيض؟ طب ما نعملها كده، ماشي، حلو على فكره مش وحشه، بس البيض هيديك شويه هشاشان شويه، ماشي. مش عارفه انا عايزه اقول لكم ايه، مش عارفه المثل ده كان حلو قوي. حته زبيبه يمكن نفتكر. طيب احط بس البيض كده برد، احط كل حاجه بارده، فاحط البيض بس. ادهن بقى صينيه واروح ايه حطها في الصينيه ومدخلاها الفرن، بس كده. دي صينيه قرع مغذيه جدا، حلوه جدا للشتاء. يعني اللي احنا فيه دوت بتبقى تاكل سخنه كده، حلوه قوي، تمام. اهي كده اخلط بقى البيضتين كده، اجيب صينيه بايركس ادهنها بالزبده او بالسمنه او بالزيت باي حاجه، بس لازم اخلط البيض حلو قوي. مش عايزه ايه؟ مش عايزه الاقي في الصينيه عروق بيضه كده من البياض، او تحس ان البيض مقلي جواها، فلازم تقلب حلو جدا كده. على فكره بقى دي ممكن تتعمل نفس الصينيه دي بالقرع والبطاطا، يعني ممكن اسلق بطاطا واستخدمها نفس اللي انا عملته ده، او قرع، ممكن ده او ده، بس انا بستغل القرع ان مش كتير استخدمنا فيه. فانت ممكن لو عندك بطاطا اعمليها بطاطا، ماليه الدنيا دلوقتي، فممكن تعمليها برده بالبطاطا نفس اللي انا عملته ده، تمام. طيب انا هجيب صينيه
ادهنها بشويه زيت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت عايزاها رفيعه بتكبري الصينيه، لو عايزاها بتبقى سميكه كده بتصغري الصينيه، زي ما قلت لك زي ما انت عايزه الايه السمك ايه. بس انا بالنسبه لي لو رفعتيها تبقى احلى، انا عاملاها تحت رفيعه هوريها لك دلوقتي. تمام كده، بس انا مدخلها الفرن.